سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحرومة، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي، دمعي شرابي والتحسر زادي. مولاي يا مهجة المختار، يا من حبه أعددت زاد اليوم معادي، مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفى بأعباء الذنوب ينادي. ما إن بقيت من الهوان على الثرى والقن ثلاثا في ربا ووها، وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للمياه. يتلو الكتاب سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعوايا، صدر
الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق ابن الرضا جياها ولا يا تسمع عتابي وشجواي المن بعد يا حسين رجواي انا ظني انقطع وانقطع رجواي وظليت عقبك تايه الراي ويلي ويلي شتهيس حجيلي بونتك هاي ويلي قلل هالظهد للسهم بحشاي والله سمعت المصوب ينسجم والماي وانا بولية عداي والواي وانا بوهاي اليتي عداي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الاصطفاء والاختيار جعله الله تبارك وتعالى منذ أن جعل هذه العوالم. قبل أن يجعل عالم الدنيا كان هنالك يسمى الاصطفاء والاختيار والانتخاب من قبل الله تبارك وتعالى. والروايات والأحاديث مستفيضة ومتواترة أن الله قبل أن يوجد هذه الأرض هذه الخليقة إنما أوجد بآلاف السنين الخلفاء الذين سيحكمون هذه الأرض. إذن ما وجد الإنسان صدفة، ولا أن الطبيعة أوجدت الإنسان، ولا أن الإنسان جاء لهذه الدنيا لكي يكون في أيام معدودة يعيش كبقية الناس ويرحل منها، وإنما هنالك نظاما إلهيا متكاملا منذ أن كان آدم الذي هو أبو البشر ومن أنبياء الله تبارك وتعالى منذ آدم وإلى آخر حجه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هنالك اصطفاء، يعني أيها الإنسان مهما كنت عظيما، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت الإنسان خليفة الله، أنت الإنسان مكنك الله وزودك بقدرات وطاقات. أهم الطاقات والقدرات في عقل الإنسان أنه نفخ من روح الله في هذا الإنسان. أيها الإنسان الله سخر هذه السماوات السبع من أجلك، الأراضين السبع من أجلك، البحار، الأراضين، كل ما تنظرون إليه إنما سخره الله تبارك وتعالى من أجلك أنت أيها الإنسان، يعني لكل واحد منا، ولكن الاختيار ليس بيدك، جعل حدا. يعني اليوم 124,000 نبي، اصطفاء النبي. كان في مرة من المرات أن الناس اجتمعوا على نبي، الناس اختاروا نبيا، الناس مو فقط الأنبياء حتى أوصياء الأنبياء، لكل نبي وصي
أوصياء الأنبياء أيضا لم يكن من حق البشر والإنسان مهما كان هذا الإنسان، ولكن ليس من صلاحية الإنسان أن يختار الخليفة والحجة لله تبارك وتعالى. الأمر يقتصر فقط على وجود الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يختار الأنبياء، هو الذي يختار الأوصياء، هو الذي يختار الذين يتكلمون باسمه. هذا اختيار من الله تبارك وتعالى. يعني هذا الموضوع وهذا الأمر مغلق، ليس بإمكان الإنسان يجتهد. هسه واحد يقول احنا اليوم اجتهدنا، يقول لا، مو من خصوصيتك هذه. اليوم احنا عندنا قاعدة هذه يذكروها العلماء، انه لا اجتهاد امام النص. يعني يوم اللي عندنا نص في القرآن الكريم، اكو نص في الأحاديث الشريفة، يقدر الإنسان يجتهد؟ لا، ما عندك إمكانية تجتهد. وين تجتهد أنت اليوم؟ تجتهد في مكان اللي النص مو واضح، الآية القرآنية مو واضحة، ما تعرف الموضوع هذا مستحب، واجب، مكروه، أي الأحكام الخمسة اللي يشملها. ذاك الوقت اللي الأمور مو واضحة، الإسلام مو أنت الإنسان العادي، لا، فارجعوا إلى رواة حديثنا. وكل إنسان رواة حديثنا، البعض من بسطاء الناس شيف السرة يقول لك أنا أقرأ حديث وأنا أفسر الحديث. لا، مو أنت ولا أنا، وإنما هذا الأمر يرتبط بمرجع التقليد الذي درس 40 50 60 سنة، صارت عنده قدرة مثل الطبيب. اليوم واحد يدخل الجامعة تخصص طب، يدخل في كلية الطب كم سنة؟ 4 سنوات 6 سنوات، بعد هالست سنوات صار طبيب؟ لا، ما صار طبيب، هنالك دراسات عليا، هنالك دكتوراه، لازم يكمل الدراسة ويوصل لمرحلة إلى قدرة على تشخيص المرض بعد ذلك. اليوم الإنسان اللي يقدر يستنبط الحكم الشرعي مو أنا وأنت، مو كل إنسان اللي والله درس يومين ثلاثة بالدين وعنده قدرة اليوم يستنبط الحكم الشرعي. ترى الدين مو لعب، مو على كيفه وعلى كيفك. الدين لا نتصوره أنه واحد على كيفه، هذا حلال وهذا حرام، مزاجي، لا، مو على مزاجك أنت. نظام الله تبارك وتعالى ورد عن طريق الأئمة. هسه بسؤال، ليش هذا الاختلاف موجود بين العلماء؟ واحد يقول هذا مكروه، واحد يقول هذا واجب، واحد يقول هذا مستحب. ليش تروح بالحج واضح، واحد يقول لك بالتضليل، بعض يقول لك عليه كفارة، واحد يقول ما عليه كفارة، واحد يقول تقدر تطلع من المزدلفة بالليل تروح إلى الجمرات، واحد يقول لك لا، لازم تنتظر إلى طلوع الشمس. هذا الاختلاف الأحكام، بس راح أوضح لك شيء توضيح بسيط جدا. شوف اليوم إحنا، خلي يكون في رأيك وفي نظرك أن روايات أهل البيت تعرضت إلى الإبادة. تفهمني يعني ماذا؟ إبادة يعني تاريخ بني أمية وبني العباس هدفهم الوحيد القضاء على أهل البيت. شلون يقضون على أهل البيت؟ كانوا يأخذون روايات أهل البيت، مثلا الإمام محدث واحد من الرواة الثقات، مثل الإمام الباقر محدث محمد بن مسلم، أو زرارة، أو بقية أصحاب الإمام. الإمام محدث كاتب كتاب مثلا في 1000 رواية، يروح واحد يقول أعطيني هذا الكتاب، يأخذ هذا الكتاب، المكان اللي مكتوب يجب يسوي لا يجب، والمكان اللي مكتوب لا يجب يشيل الله، يعني الأحكام الشرعية كلها انهدمت، كلها تغيرت. حتى في مرة صار هذا الأمر مع واحد من أصحاب الإمام الباقر، الإمام أرجع الكتاب إلى الإمام والإمام عدل عليه ورجع الكتاب لهذا الإنسان. يعني اليوم مع قطع النظر عن الإبادة، هذول الآن التاريخ اللي يقول هذول التكفيرين اللي دخلوا إلى كربلاء، الوهابيين مرتين دخلوا إلى كربلاء وإلى النجف وراحوا إلى النجف، وحتى المغول دخلوا على كبريات مكتباتنا، مكتبة الشيخ الطوسي من أكبر المكتبات وفيها آلاف الكتب المخطوطة وبيدت جميعا، ما بقى شيء من عدها. تاريخنا تعرض للإبادة كرارا ومرارا، فلذلك تشوف أكو أكثر من رواية. يجي مرجع التقليد يشوف في هذا الموضوع أكو روايتين، 3 روايات 4 روايات، كل واحد من العلماء يشوف السند الذين رووا هذه الرواية منه. هسه عند هذا الطبيب تروح أنت مثلا، مثال، نضرب مثال بالأطباء، الطبيب تروح عنده تقول لي عندي ألم،
يسوي لك أشعة أو يشوف ينظر كذا يعطيك دواء معين. تروح إلى طبيب ثاني يقول لك لا هذا الدواء كله ما يفيد، قطة أخذ دواء ثاني يعطيك دواء ثاني. تروح إلى ثالث يقول لك هذا الدواء الأول والثاني كله ما ينفع. ملتفت المراجع لما أكو هنالك عدة روايات، مثلا في هذا الحكم أكو خمس روايات، أكو مرجع يقول هذه الرواية الأولى أقرب إلى الصواب، المرجع الثاني يقول لا مو الرواية الأولى الرواية الثانية. كل واحد دراسته، كل واحد فهمه، كل واحد استنباطه للحكم الشرعي. لذلك تشوف أنه أكو أحكام شرعية متعددة، مو أنه يابا هذه مشكلة، لا أبدا مو مشكلة، بالعكس أنه هذا يرى رأي ذاك يرى رأي آخر. انظر إلى نظرة إيجابية يتحول إلى موضوع إيجابي، بس انظر إلى الموضوع نظرة سلبية يصير إلى مشكلة. هسه واحد ثبت للهلال مثلا الخميس، واحد الجمعة، واحد السبت، مو مشكلة، هذا يصوم السبت وذاك خلص يصوم الخميس وذاك الجمعة، ماكو مشكلة. يعني الموضوع لن كبره زيادة، انه الناس اليوم ما اتفقوا، كل واحد عنده رأي بالهلال، لا جدا عادي طبيعي، ناس ثبت عندهم يصومون وناس ما ثبت عندهم ما يصومون، قضية بسيطة جدا. بس احنا بعض الاوقات نقول لازم نوحد المسلمين، يا اخي شو توحد المسلمين؟ يعني الان اذا فطرنا ويا بعض وكان العيد ويا بعض انتهت المشكلة؟ مو الناس قاعدة تذبح، مو الناس قطعوا رؤوسها، والمشكلة مو في صيام شهر رمضان، المشكلة شوف ذاك الفكر التكفيري اللي قاعد يقضي عليك وقاعد يدمر الإسلام وقاعد يشوه سمعة الإسلام في العالم، هذا المهم. فإذا احنا اليوم لما يكون عندنا مرجعية في الرجوع على الحكم الشرعي، انا ما اقدر اليوم انت قرأ رواية بالكافي، قرأت رواية تقدر تستنبط من عندها الحكم، واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح، ما تقدر. ولا في بحار الأنوار، لأنه هذا علم الرجال، دراية الحديث. والإمام أمير المؤمنين يقول عليكم بالدرايات لا بالروايات، يعني مو تقرأ الرواية وتمشي، اقعد افهمها، تأمل فيها. الإمام الصادق يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، هذه روايات أهل البيت للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول إن حديثنا صعب مستصعب. لا تتصور إن الأمور سهلة، والله أنا أقدر أطلع حكم شرعي. مو اليوم المشكلة إنه بعض الشباب في بعض الأماكن مجموعين يقول لك خلاص فرجعوا إلى رواتي حديثنا، إحنا أنا أقرأ الحديث وأنا استنبط. لا مو أنت تشتفهم، أنت توين عندك معرفة؟ هذا الإنسان رايح دارس صار له 30-40-60-70 سنة دارسين 24 ساعة شغلهم الشاغل هو هذا يفهم بالحكم الشرعي. أنت وين تفهم؟ أنت وين تفهم بالناس، سياق الناس، الدلالة، السند، هذا كله يحتاج إلى خبرة. فإذا إذا اختلفوا بالمسائل شيء طبيعي هذا. إذا هنالك اصطفاء، إن الله اصطفى، القرآن واضح إن الله اصطفى آدم ونوحا، بعد ذلك يقول وآل إبراهيم، صاروا آل مجموعة، صار فريق، بعد يقول وآل عمران. ليش يقول هذه العبارة؟ يقول كل ذلك إنما اصطفاء من الله تبارك وتعالى، اختيار من قبل الله تبارك وتعالى، حتى يقول الباري بنص القرآن أنت البشر هذا ليس من صلاحيتك، ما تقدر تختار، أنت كل شيء تقدر تسويه، ولكن تختار تقول والله الناس اختلفوا واحنا اختارينا وسوينا شورى، يقول لا مو على كيفك، ما تقدر تسوي هذا الشيء، ولا الناس اختلفوا لا ترجعون الى النبي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله؟ ماذا قال؟ هذا رسول الله اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. حتى عباره في كل روايات العامه، ترى كل روايتين او ثلاثه عندنا وسنتي، وهذه روايات ضعيفه ايضا، حتى عند أهل السنة أكثر الروايات كتاب الله وعترتي. يعني منو عترتي؟ أهل بيتي، ما إن تمسكتم، هذه لغة عربية، بهما، يعني ما يصير يقول كفانا كتاب الله بس القرآن لا ما يكفي. الرسول الله وهو لسان الوحي يقول ما إن تمسكتم بهما لن لنفي الأبد باللغة العربية، لن تظلوا بعدي أبدا. التمسك بالاثنين، التمسك بالاثنين يضمن للإنسان السعادة. إذن هذا الاصطفاء لأهل البيت. إذن احنا القدسية، خلنا أطلع بنتيجة،
إذن اصطفاء من الله، هذه النقطة الأولى، ركزوا معي. النقطة الثانية التقديس. إذن الله سبحانه وتعالى ما دام اختار النبي محمد صلى الله عليه وآله واختار الإمام أمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء، هسه بين قوسين خلبين شغلة مهمة، هسه في حديث الكساء البعض من الناس صدق فضوليين، واقع فضوليين، يقول الشيخ ليش السيدة زينب ما موجودة في حديث الكساء؟ يا أخي التشكو، يعني هذا تدبير إلهي، السيدة زينب وين كانت؟ أنا ما أدري وين كانت، ولكن تدبير إلهي. أصحاب الكساء خمسة، رسول الله، السيدة الزهراء، أمير المؤمنين، الحسن والحسين، هذا لا يقلل من شأن السيدة زينب سلام الله عليها. السيدة زينب ذاك الوقت كانت أصغر، كانت صغيرة، شنو كان الأمر؟ ولكن هذا الأمر كان يختص على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ترتيب إلهي. هسه واحد يقول يعني أسئلة الناس أسئلة غريبة، يعني يتدخلون في قضايا اللي مو شغل الإنسان، ليش هذا ما صار معصوم؟ العباس ليش ما صار إمام؟ يا أخي والله مو بيدي أنا. العباس صلوات الله وسلامه عليه له مكانة ومنزلة عظيمة عند الله، يغبطه جميع الشهداء في يوم القيامة على هذه المكانة وعلى هذه المنزلة، ولكن شنو منزلته؟ ما أدري، مو كل شيء ندري، ترى احنا معلوماتنا شيء بسيط، كل البشر احنا معلومات وامور حدود موجود إلها. لذلك احنا لما ننظر الى رسول الله، الى اهل البيت، بعد هذا الاصطفاء الالهي ننظر اليهم بقدسيه، نقدسهم. البعض شو يسمي القدسيه؟ يسميها غلو، انت تغالي، انت تعبد الحسين، انت لما تصلي على التربه انت مشرك، انت كافر. يا اخي تعال، وين كافر انت؟ مو وين تسجد انت اليوم؟ اسال كل العلماء، علماء الجيولوجي يقول لك هذه الارض لما تمشي عليها حافي تسحب الطاقه والشحنات الكهربائيه الموجوده في جسمك، هذه الارض تسحبها. ايضا العلماء، وحتى واحد من علماء السنه سمعت له هذا الكلام، يقول لما تسجد على التربه كما ان في الجسم وفي الرجل اكو شحنات كهربائيه، اكو في راس الانسان شحنات كهربائيه ايضا، لا تسحب، هذا علميا، الشحنات الكهربائيه لا تسحب الا بالسجود على التراب. وهذا التراب اترك قضيه الامام الحسين، السجود على التراب، بعدين هذا التراب وين مكانه؟ التربه وين مكانها؟ خاشيه مكان معين صح، الناس ما يدوسون عليه. انت تارة تسجد على مكان الف واحد دايس عليه والف انسان دايس على ذاك المكان، طهارته، نظافته، ترتيب المكان يختلف عن ما تسجد على تربة. بعدين هذه التربة ليش أخذت هذه القدسية؟ ليش السبب؟ ما سألنا يوم الأيام ليش هذه التربة ليش مقدسة؟ شنو السبب يا ناس؟ هذه التربة اللي هم علماء السنة في كتبهم يقولون في يوم عاشوراء ما رفع حجر ولا مدر في سائر بلاد الأرض وحتى في بيت المقدس إلا وتحته دم عبيط، هم يقولون في كتبهم. زين هذا صار من قبل؟ صار هذا في التاريخ من قبل؟ ما صار. يعني هذا شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس أنا جعلت قدسية للإمام الحسين، أنا اخترت الإمام الحسين، اخترت الرسول، اخترت أهل البيت وجعلت لهم قدسية. شنو يعني قدسية؟ يعني أنا وإنت لنا حد معين ما تقدر تتجاوز هذا الحد. قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية، لا تقولوا نحن الله، قولوا فينا ما شئتم. ترى هذا كلام قوي، يعني غير الربوبية نحن نصل إلى كل مكان. لذلك نحن نعتقد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بعدين أسألك سؤال، اليوم اليهودي عنده عقيدة بالتوراة، أكو واحد يشكل عليه؟ أكو واحد يقول له أنت كافر مشرك؟ يقولوا له زين مسيحي عنده رأي في الإنجيل وهذا الإنجيل إحنا كمسلمين نعتقد محرف، زين أكو ينتقده؟ ما ينتقده. يا أخي أنا أعتقد بقضية أن الأئمة سلام الله عليهم، يعني من الإمام أمير المؤمنين بل المعصومين حتى مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وإلى الإمام
عجل الله تعالى فرجه أفضل من جميع الأنبياء إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما اسم رسول الله؟ رسول الله درجته أعظم من الأئمة. الأئمة بالتسلسل يأتي الإمام أمير المؤمنين، بعد الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن، بعد الإمام الحسن الإمام الحسين. ترى الإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين. هو الإمام الحسين يقول، يقول أخي الحسن أفضل مني. بعد الإمام الحسين يأتي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعد الإمام الحجة يجي الإمام زين العابدين، وإلى بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ترتيب إلهي، هذا التقديس إلهي، جعل لهم هالقدسية وهالمكانة. يا أخي أنا أعتقد بهذا الشيء، هذا ما قلل من الأئمة. هو الإمام الباقر يقول سليمان، نبي الله سليمان إيش كثر إلى كان صلاحيات، هي صارت قوة عظمى، صارت أفضلية، لا مو أفضلية. نبي الله سليمان كان عنده قوة هائلة. أنت أقرأ في تاريخ كل الأنبياء ما عندنا نبي مثل نبي الله سليمان، عنده الصلاحيات، عنده القوة. نبي الله سليمان في رواية مرة طلع موكب، واحدة من مواكبه هذه، واحدة من الموكب اللي طلع فيه، شوفه وين صار في تاريخ البشرية. عن يمينه 150,000 كرسي جالسين فيه منه الإنس، وعن شماله 150,000 كرسي من جالس عليه الجن، والطير يظلل له. كان ينتقل بهذا الموكب. تدري هذا الشيء، هذا الموكب لسه ما أدري شلون يقدر واحد يتصوره، لأن إحنا بشر. الله سبحانه وتعالى لما يحكي معانا يقول في الجنة، عندي جنة، أنت شو تقول له؟ يقول إلهي يعني شلون هاي الجنة؟ يقول لك جنة بعد. لسه واحد يقول لك مكان مثل مكان فيها هالمناظر الجميلة، تقول يعني شلون بالله؟ يقول لك في أشجار، في أنهار، يوضح لك. صح، إحنا ناس ماديين، إحنا بشر نتعامل بالمادة، صح، ما نتعامل بعامل الغيب، لأنه آفاقنا الغيبية ناقصة. لذلك الشيء يقول، لذلك القرآن يتكلم أنه في يوم القيامة أشجار. أنت شنو تصور؟ تصور هذه الشجرة اللي برا، عدل ولا لا؟ يعني شنو غير هاي الشجرة؟ أكبر وأصغر، صح؟ ولكن الشجرة في يوم القيامة تختلف عن هذه الشجرة. رسول الله يقول الشجرة في يوم القيامة تمر من تحتها في ظلها، تمر راكبا. تدري لما واحد يمشي، يمشي أبطأ، لما الراكب يمشي أسرع. تمشي تحت ظلها راكبا عاما كاملا. شجرة واحدة ظلها فقط تمشي تحته راكبا عاما كاملا. فإذا مو مثل هذا الشجر اللي عندنا، صح ولا لا؟ يقول لك هنالك كواعب أترابا. تقول يعني شنو كواعب أترابا؟ يقول لك الحور العين. يقول يعني شلون الحورين؟ مثل حريمنا نفس هذه الأشكال؟ يقول لك لا. شلون يشرح لك؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لك الحور العين جميلات جدا. تقول يعني مثل ملكات الجمال؟ يقول لك أنت مو صاحي، شلون أوضح لك؟ الحور العين تلبس 70 ثوبا، لكل ثوب لون، ويظهر جسدها من 70 ثوب، ولو سقط ثوب واحد على الأرض من جماله أغمي على أهل الأرض. أنت شوف واحدة يغمى عليك، يمكن بعض الوقت لازم تدفع صدقة بعد عليها، إذا ما يصير في ضيجة. هذا بعد شيء ثاني، هذا بعد اليوم الحمد لله هذه عمليات التجميل، الخشم هذا كله يصغروه، وهالتاتو ما شاء الله، التاتو هذا وعمليات التجميل، ويوم يسوي الرصعة هني، ويوم يسوي ما أدري شلون هني، شبقوا بالبشر كل هذا التايوان. بعد مو شغل أصلي، شغل أصلي من رب العالمين، تشوف الإنسان نفسه بس راح للتجميل. بس ذاك اليوم أنا داخل المطار راجعين من إيران، ولا ما أشوف بالطيارة مجموعة كبيرة. هسه بعض الأوقات قبل كنا نشوف حريم، أشوف مجموعة من الكبيرة من الشباب. بعد أنت خشمك إيش فيه بعد؟ هسه هي تعدل خشمها عرفنا، أنت شكو بعد معجل خشمك؟ في خشمك أنت؟ منو متكلم على خشمك؟ شوف البشر، يعني شوف كل هالترتيب هذا، هذا الأصلي رب العالمين. يقول أنه رواية عن الإمام الصادق، رواية أخرى أن الحور العين لو أشرفت على الأرض لماتوا أهل الأرض من جمالها. وهذه الحور العين في يوم القيامة الرواية تقول المرأة المؤمنة،
الزوجة المؤمنة الله يخليها أجمل من الحور عين 60,000 مرة، ولها نور أكثر من الحور العين مو مرة ولا عشرة، 60,000 مرة نورها أجمل، يجملها. هذا لمن؟ المرأة المؤمنة اللي ما تقعد تحش بهذا وذاك، وما تسوي غيبة وتهمة ونميمة، وما تتكلم على هذا وعلى ذاك، لا، ما له علاقة بالناس، رايحة في طريقها وراجعة في طريقها، هذا هو الأساس. إذن الله تبارك وتعالى جعل لنا مكانة ومنزلة، لكل إنسان مكانته. نبي الله سليمان أعطاه هذا الشيء، 120,000 عن 150,000 عن اليمين من الإنس، والجن 150,000، والطير، وأمر الرياح أن تحمله. هالموكب هذا شكبرة، يعني أكثر من 300,000 واحد من الجن والإنس، والرياح يحملنه. الرواية تقول حملنه إلى المدائن، ومن المدائن أخذوه إلى بلاد فارس. في الرواية وإذا واحد من أعوان سليمان قال ما أعظم ملك سليمان، شنو هذا فعلا ملك عظيم، ما أعظم ملك سليمان. يقول وإذا بملك من السماء التفت إليهم وقال إن تسبيح واحدة، يعني أن تقول سبحان الله أعظم من ملك سليمان عند الله، يعني أن تقول سبحان الله هذا أعظم من ملك سليمان عند الله تبارك وتعالى. تش عليك في البشر، هذه أي ماركة وهذه أي شركة، هذه عندي وعندك، هذه ماركة ما في منها، وهذه شركة ما في منها، وهذه سيارة كذا سعرها، وهذه 2000 وما أدري شنو نازل، هذا إلي وإلك، إحنا نخدع بعضنا ونقص على بعضنا بالكلام. هذا عند الله تبارك وتعالى، هذا ما يمشي، هذا يركب على أي موديل، هذا محصل إيش كثر عنده بالبنوك، هذا إلي وإلك، إحنا نخدع ولكن عند الله تبارك وتعالى. إذن أكو قدسية. نبي الله سليمان كم له من المكانة؟ كان يعرف منطقة الطير، وكان يعرف منطقة الحيوانات، والله سخر له الجن والإنس وحتى الشياطين، يعني سخر له كل شيء. الإمام الباقر يقول لو كان سليمان لاحتاج إلينا، وضع إيده على صدره، لو كان سليمان لاحتاج إلينا. ترتيب إلهي، الله تبارك وتعالى أعطى لأهل البيت قدسية، الله عز وجل أعطى لأهل البيت مكانة، أعطى لهم منزلة. هسه أنت تجي تتدخل، ليس من شأنك ولا من شأني ولا من شأن أي إنسان أن يتدخل في النظام الإلهي. هذا ترتيب إلهي، تقديس إلهي، بمقدار ما أنت تكون مطيع لله. اقرأ تاريخ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، شوفوا عبادة الإمام. الإمام لما سجنوه يشكر الله لأنه هيئ الله له مكانا للعبادة، وسجن الإمام الكاظم كان طامورة، يعني لا يعرف الليل من النهار، وكان تحت الأرض 18 سنة الإمام الكاظم بهذه الحالة. والإمام هارون يشرف من مكان، يشوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما يدري هذا الإمام اللي وياه، يقول له تنظر إلى شيء بالساحة، يقول إيه أنظر، قال له شنو تنظر، قال أنظر كأن هنالك خرق قماش ملقى، قال دقق النظر، قال أنظر كأنه رجل، إيه شنو هذا الرجل، كأنه ساجد، قال أتعرف ذلك من هو، قال من ذلك، قال ذاك موسى بن جعفر، يقضي من الليل إلى الصباح، ومن الصباح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر، كل عبادة. الإمام موسى بن جعفر كان يقص الثثنات اللي كانت على جبهته من العبادة والسجود، كان يختم القرآن في 3 أيام، هو المفروض في يوم واحد يختم القرآن، ولكن كان يقف عند آيات النار فيتعوذ بالله من النار، كان ينظر إلى آيات الجنة ويسأل الله الجنة. شوفوا تاريخ الأمة، شوف الإمام أمير المؤمنين، إمامك أمير المؤمنين بالليل يتحول كالخشبة اليابسة من العبادة، هذه عبادتهم، لأنهم عبدوا الله، أطاعوا الله حق طاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى رفع أهل البيت ويرفع، أو حتى أي إنسان، أنت الإنسان الآن، أي واحد من عندنا اليوم، أنت تطيع رب العالمين، شوف يمكن تدعى إلى أماكن فيها محرمات، ولكن تقول إلهي لأن هذا محرم أنا أعرض عنه، أبويا يزعل خليه يزعل،
أمه تزعل خلي تزعل، رفيجي يزعل خلي يزعل، الناس يتكلمون خلي يتكلمون، أرض الله. فكر ويا نفسك أن عملك اللي تعمله خلي يكون هذا العمل لمرضات الله تبارك وتعالى. إذا فكرنا أن أعمالنا تكون في مرضات الله، الله يرفعك أيضا. زينب بنت جحش هذه بتعم يصير بتعمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تدري أكو نظام بالعرب موجود أن الذي يخطب بنتا حرة لازم يكون هو حر. رسول الله صلى الله عليه وآله راد يكسر هذا النظام. شنو لازم حتى إذا كان عبد وإذا خطب حرة فيها يعني هذا النظام الناس حاطينه، رسول الله راد يكسره، فانكسر برأس منه؟ هذه بتعمد النبي صلى الله عليه وآله زينب بنت جحش. رسول الله ذهب لها خاطبا، هي شو تصورت؟ رسول الله يخطبها لنفسه، بعدين فرحت وافقت وأهله وافقوا، بعد رسول الله قال لا مو ألي أنا مو أخطب لنفسي، وإنما جئت خاطبا لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان عبد عند رسول الله، وبقي عند رسول الله 7 سنوات وخدم الرسول، حتى اجوا اهله ياخذونه، اجوا اهله ياخذونه، ورسول الله قال انا ارجعكم اليه، ولكن قال اني لا ارد لا ابي لا عمي، ما اريد اهلي، وانما اكون ابنا لك يا رسول الله. رسول الله جعله ابنا له، وحتى جعله يرث، يرث منه ايضا منه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان عبدا، فرسول الله قال لها هذا زيد بن حارث، شافته مو جميل. تدري اليوم حريم يفكرون جميل ورشيق وشحلاته وجهه حلو جسمه حلو، يلعب يروح حديد يشيل حديد يمكن جسمه حلو يكون، هذا شكله مو حلو ما ينفع، هذا شافته دميم ماكو ذاك الشكل. قالت يا رسول الله انا ما اريد. قال لها يا زينب هذا امر الله، هذا امر الله مو بيدي، الأمر طالع من إرادتي، هذا أمر الله تبارك وتعالى. الله يقول لازم هذا تتزوجينه. أول من رفضت أهلها رفضوا، قالوا إلك نقبل أنت، أنت رسول الله، ولكن واحد عبد وهذه حرة وهذه من قريش من العرب وإحنا عندنا عادات عربية. الله يقول لا عادات لا تقاليد، هذا يفيدك أنت عند رب العالمين، حكم الله تبارك وتعالى هذا اللي يحكم. لذلك كلمه الرسول، بعد ذلك وافقت. أمر الله، تقدر تصر على عصيانها وتقول أنا أبقى على هذه الحالة؟ لذلك تقدر تمتنع تقول لا أنا ما أتزوج زيد بن حارثة. رسول الله قال له لازم تتزوجي، وافقت وهي غير راضية، يعني قلبا مو راضية عليه، ولكن لأنه أمر الله امتثالا لأمر الله. أنت في حياتك وفي حياتي مو كل شيء على رغبتي، مو كرشي والله أشوف أنا هذا يناسبني ولا مو يناسبك، مو يناسبك أنت، وإنما إطاعة لأمر الله. وافقت وتزوجت معاه، مرت على الزواج أشهر، يومية عركة بيناتهم، يومية بيناتهم هواش، يومية مشاكل بيناتهم. مرت الأيام مرت الأيام، صار ضغط إلى أن جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله ما أريد، يومية مشاكل بينها وبين زيد. مرت أشهر على زواجهم، رسول الله نادى زيد قال نعم يا رسول الله ما أقدر أعيش مع هذه، فطلقها رسول الله، طلق هذه البنت. ترى بنت تسمع كلام النبي وما ترغب بذاك الشخص، ولكن تقبل امتثالا لأمر رسول الله ولأمر الله تبارك وتعالى. بعد العدة رسول الله جزاء لعملها تزوجها، تزوجها النبي. ليش تزوجها؟ مكافأة لها، لأنها وافقت، لأنها أطاعت الله وسوت شيء خلاف رغبتها ولكن امتثال لأمر الله. لذلك رسول الله كافاها خيرا. شنو كافاها؟ أن رسول الله تزوجها، هذا اللي رادته وصلت إلى، ولكن بعض صعوبات. أنت الإنسان في حياتك الدنيا بمقدار ما تكون مطيع لله الله يكافئك. من أصلح بينه وبين الله، مو عندي مشاكل مع الناس، مو عندي قضايا مع العالم، من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. مشاكلك مع الناس تخلص، بس صلاتك عدلها،
حقوق الشرعية رتبها، صومك رتبه، وضوءك رتبه، الحقوق بينك وبين الآخر رتبها. ترى الدين مو بالصلاة وصوم، غلطان اللي يصور الدين بالصلاة وصوم، وإنما تعامل مع الناس. لذلك الله تبارك وتعالى قدس أهل البيت، قدسهم. مالك بن أنس يقول: كنت أحضر عند جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إذا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم اصفر لونه، لونه كان يصفر. تسمع، شوف تعظيم الإمام الصادق، يعظم النبي، يقول: إذا ذكر النبي كان يصفر لونه، ولا يحدث على النبي إلا وهو على طهارة. لذلك لما تروح عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اقرأ في الروايات، الإمام الصادق يغتسل بماء الفرات. اليوم إذا رحت بالفندق أو في بيت في كربلاء، كل الماء هو هذا ماء الفرات، تغتسل. الإمام يمشي حافيا، تقول: لا عيب، شلون أمشي حافيا أنا؟ يمشي حافيا الإمام الصادق، وبكل وقار وسكينة، ولا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا وهو ذاكر لله. يعني بهذه الحالة يتوجه للإمام الحسين. أنا وأنت شلون نزور الإمام الحسين؟ شلون نزور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك أكو شيء لما نزور الإمام الرضا، في شيء في مشهد حلو، لما يدشون عند الإمام الرضا يروحون يسلمون، نسمع عليه بالزحمة هذه، هذا اللي يمسكون الضريح وهذا اللي يضرب هذا، لا هذا هذا أمور يخالفها فكر أهل البيت. والبعض الصور يقول لك: إذا ما وصلت للضريح يعني زيارتي مو مقبولة. يا أخي هذا إيش دخل بهذا؟ بس لما يطلعون من جهة الرأس، شايفين شلون يطلعون؟ يخلي وجهه على الإمام ويرجع إلى الوراء. شحنات الموقف، يعني ما أدر ظهري على الإمام، شايفهم؟ وهذا هو الصحيح. حتى تروح إلى زيارة الإمام، أنا شايف من علماء ومجتهدين، أنا شايف صحن الإمام الحسين مو بالصحن، لما يطلع من الباب الرئيسية مو هذا منخفض، وادي هو منخفض، يقول لما يرجع أنا شايف علماء مجتهدين، يخلي وجهه على الإمام يرجع إلى الوراء. أنت تروح عند الإمام، هذا التقديس، هذا قدسية، هذا جانب. ترى أسلوب الحديث، التكلم مع الإمام، الثياب اللي ألبسها، التوجه اللي يكون عندي، الروحانية اللي يكون عندي، الخشوع اللي يكون عندي، هذه القدسية اللي تجعلها للأئمة سلام الله عليهم. إحنا موصين بذلك، موصين أهل البيت أن أجعل هذه القدسية للإمام الحسين. إذا تروح عند سيد محمد سبع الدجيل لازم تتعامل وياه بقدسية. إذا تروح عند السيدة الشريفة، سامع فيها السيدة الشريفة مثل الحسن؟ يعني سبحان الله. طبعا هذه السيدة الشريفة ذاك اليوم توفقت لزيارتها قبل شهر رمضان. أنا دخلت للمكان، هو المعروف ليلة الجمعة، والجمعة ويوم السبت يكون ازدحام. أنا رحت يوم الثلاثاء، شفت ازدحام عجيب، سبحان الله. هذه المرأة شنو؟ طبعا تاريخها ما أدري إلى الآن، أقول حتى هو الأمين الخاص سألت أنا، قلت له شنو تاريخ؟ يقول ما ندري، كل واحد يقول شيء. ولكن امرأة عظيمة، شنو عظمة هذه المرأة؟ الناس يروحون عند الأئمة، الله يجعل حوائجهم عند هذه المرأة، كرامة عندها عجيبة. واحدة فيها سرطان، الله يدفع عن الجميع، واحدة فيها سل، واحدة فيها ما أدري شنو، أمراض مزمنة. واحد إليا قال لي ابني كان يموت، شلت رحت قعدت يمها أسبوع، أخذت ابني صاحي وطلعت برا. زين السيدة الشريفة منو؟ بنت الإمام الحسن؟ هم يقولون بنت الإمام الحسن، بس ما عندنا بنت الإمام الحسن هذا الاسم. زين بنت الحسن المثنى هم ما ندري. ليش أقول هذا الكلام؟ ولكن نعلم أنها علوية. تدرون السادة الآن بالعراق يسمون العلوية، يسموها علوية، بالكويت يسموها بعد سيدة ولا علوية؟ علوية. بالبحرين يسموها سيدة. البنت رسول الله يسموها شريفة. الشرفاء في مصر، من هم الشرفاء في مصر؟ كلهم سادة، الشرفاء سادة هم. فقد تكون هي شريفة، يعني صفة هذه مو اسم الحقيقي، ولكن لأنه أهل البيت سلام الله عليهم كان كله في قمع وإرام على أهل البيت، كان يخفون أساميهم. ولكن هي علوية
قد تكون من أحفاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لها قدسية عظيمة. تقول لي شنو؟ أقول لك ما أدري. تروح إلى الحمزة، سامعين في الحمزة ابن القاسم؟ هذا في الحلة، فوق من الحلة، شوف المقام وشوف الناس يروحوا له. هذا الحفيد الرابع لأبي الفضل العباس، حفيد الرابع، ولكن له كرامات عجيبة. شنو هذه القدسية؟ تقدر تقول؟ هذا سيد محمد سبع الدجيل. شنو إلى قدسية؟ تقدر تقول لي؟ هسه الإمام إلى قدسيته. فإذا أكو قدسية إلهية، أكو نظر إلهي. هو نفس العباس صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عنده القبة وهالمنارة وهالصحن، هذا إمام صحيح، إمام. ولكن أبو الفضل شنو إلى مكانة ومنزلة وقدسية عند الله تبارك وتعالى؟ إلا هالقبة وهالمنارة وعنده الجو هذا. فإذا أريد أوصل لنتيجة حتى أبين الآية، أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ليش هذا الاصطفاء؟ الله اصطفاهم فجعل لهم قدسية. نحن مأمورين أن نقدس أهل البيت، قدسيتنا في تعاملنا مع أهل البيت سلام الله عليهم. وبمقدار ما يكون عندك تعاملك بقدسية، مو بس هذا، شوف أنت السيدة آسيا. السيدة آسيا منه؟ امرأة عادية. تقول لي هذه زوجة فرعون؟ نعم زوجة فرعون، عندها في نظام الملوك إلها قيمة، ولكن كبشر عادي امرأة. كانت زوجة فرعون، ضحت بكل تفاصيلها، ما عندي وقت أذكر قصتها، ضحت بنفسها. الله عوضها. شنو عوضها؟ أن تكون زوجة لرسول الله في يوم القيامة. وين أحسن من هذا؟ يعني الله اختارها من مليارات النساء، اختار خديجة بنت خويلد سيدة نساء النبي، أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. لما نقول أم المؤمنين سيدة خديجة، قلبك يفرح فعلا، الكلمة واقع عليها صلوات الله وسلامه عليها. هذا ما بيش يبوس. فأم المؤمنين السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، زوجة النبي في الجنة، بعد آسيا بنت مزاحم. ليش الله أعطاها؟ لأنها ضحت، ضحت بفرعون، بالأموال، بالذهب، بكل شيء، ضحت من أجل الله. الله كرمها، أعطاها مكان. بعد منه مريم ابنة عمران. السيدة مريم بعد كل شيء ماكو بالدنيا، ايش حصلت بالدنيا؟ الناس قذفوها، اتهموها، اتهموها بالفاحشة، نعوذ بالله. السيدة مريم ايش كثر لها مكانة وعظمة ومنزلة. الله راد يعوضها، جعلها تعويض. اي عمل اليوم، شوف اي عمل تقدم لأهل البيت، اي عمل، تحضر مجلس، تعطي شاي، تلم الاستكانات، اي عمل تسوي لأهل البيت لقدسية أهل البيت لمكانتهم، الله تبارك وتعالى عنده نظام اسمه نظام التعويض. ماكو شيء اعمل منيح وكب البحر، ماكو عند رب العالمين أبدا. كل عمل تعمله أنت لابد وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان. لذلك تشوف الإمام الحسين أي عطاء أعطاه الله، أي مكانة أعطى لسيد الشهداء، بعد كل تلك التضحية وذاك العطاء، يرفع يده إلى السماء يقول إلهي خذ حتى ترضى. الله أكبر. ثم يتوجه إلى الله، يرفع يده المخضبة بالدماء يقول إلهي أنت ثقتي في كل كرب. أقول لأبا عبد الله أي كرب أكثر من ذلك؟ يعني الحسين أكثر من هذا الألم؟ أكثر من هذا الألم يرفع يده المخضبة بالدماء، إلهي أنت ثقتي في كل كرب. وتأتي سيدتي ومولاتي زينب تقول اللهم تقبل منا هذا القربان. أقول سيدتي ومولاتي زينب أي قربان هذا؟ أي عطاء هذا؟ قدم نفسه لله تبارك وتعالى، انتهى لا ما انتهى الأمر، وإنما أخذ النساء سبايا من بلد إلى بلد. حتى أيتام الحسين، أطفال الحسين
اليوم واحد يصير شيء إلى بنته يقول بنتي ما متعودة، بنتي أول مرة تشوف هذا الشيء. إذن سيدتي ومولاتي رقية متعودة على السياط، عمرها 3-4 سنوات أخذوها مسبية مع النساء من بلد إلى بلد، يصير وقت الصلاة تقول عمة أريد أقرأ لك مصيبة السيدة رقية، لأنه غريب السيدة رقية، أنا يقين عندها الوقت ماكو أحد عدها، هالأيام قبر السيدة رقية غريب ماكو أحد عدها يزور. لذلك الرواية تقول أن السيدة رقية وقت الصلاة، تدرون البنت عندها علاقة مع أبوها، وقت الصلاة تفرش السجادة، الآن يأتي أبي، الآن يأتي أبي، تقول عمة شو أبوي ما أجى للصلاة، تقول لها عمة إن أباك في السفر، تقصد سفر الآخرة. مرت الأيام، جابت بنات رسول الله، جابتهم إلى خربة، الله الله ذول بنات رسول الله، مكرمات الرسالة، معززات الحسين، مدللات الحسين، لازم تقعد على التراب وتخلي خدها على التراب. نامت هذه الطفلة اليتيمة في ليلة، وإذا بها ترى الحسين في عالم الرؤيا، ضمها إلى صدره، قالت أبا انظر إلى متوني سودت من الضرب، أبا انظر إلى متوني عمات سودت من الضرب. بينما الحسين ضم رقية إلى صدره أفاقت من النوم، قالت عم أين أبي؟ قالت لها عم إن أباك في السفر، هذا منتصف الليل. قالت لا عم لا عم، الآن كنت في حجر والدي، الآن ضمني إلى صدره، الآن ضمني، الآن لمني أبوي. كلما حاولت مولاتنا العقيلة تهدئ هذه الطفلة اليتيمة، ما هدأت، بكت وبكت. جلسنا العلويات من النوم منتصف الليل، وإذا بالخريبة كلها صراخ وبكاء، وإماما وحسينا. وصل الصوت إلى اللعين يزيد، قال ما الخبر؟ قالوا له هذه بنت للحسين، قامت من النوم تريد أبوها الحسين، وإذا بالطاغية قال خذوا إليها رأس أبيها. بنت صار لها فترة مو شايف أبوها، يخلون رأس أبوها في طبق ويغطونه بمنديل. جابوا شافتهم من بعيد، جابوا شافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليالة العيد، ليش قطعت بنا يا صنديد؟ تركتنا ويا ناس الموت، شجاويد. جاءوا لأهالي رقية بالطبق، قالت عم، تصورت هي جوعانة، جاب لها طعام، قالت عم إني ما طلبت طعاما، قلت لها عم إن في الطبق ما تطلبين، هذا اللي تريدينه وتبكين عليه في الطبق. طفلة يا مؤمنين ما تتوقع جابين لها راس أبوها. لما رفعت المنديل وإذا بهذه اليتيمة نظرت إلى رأس أبيها الحسين، ضمته إلى صدرها تنادي أبا من الذي خضب شيبك، أبا من الذي قطع وريدك، أبا أبا من الذي ايتمني على صغر سني. تقل لي يا والدي والله ضيمة، أنا صير من زغري يتيمة، والنوح من عقبك لجيمة، أثاري لأبو يا ناس خيامة، يفيع على بناته وحريمة.
لذلك بينما هم في هذه الحالة وإذا برأس الحسين سقط في جانب واليتيمة سقطت بجانب آخر، وإذا بالإمام زين العابدين قال عم زينب خذي أختي رقية، قالت يا ابن أخي اجعلها نائمة، هذه اليوم هواي بجت بجت كثير، خلي ترتاح هذه الطفلة. قال لها يا عم لقد ماتت أختي رقية. السيدة زينب لطمت على وجهها، صارت تنادي وحسينا وغربتا. جاءوا بالغسالة حتى يغسلون جسد السيدة رقية، ما انكشفت عنها، نظرت إلى السواد على جسدها. قالت للسيدة زينب أمة الله هذه الطفلة كانت مريضة؟ قالت لا ما كانت مريضة. زين ليش جسدها أسود؟ قالت هذه من سياط بني أمية، هذه من سياط بني أمية. تقل أخويا نحرت وتحيرت والله بيتامك، اتخذني للقبر يا حسين وياك. هذه تصيح عم وين عمي، وذيك تصيح فارقني ابن أمي. يا يجلا عتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين ليا، يا عليلك من يدير العين. يا انا بنت من، انا اخت من، انا من انا؟ لو انصف الدهر الذي عادانا. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله، أما يجيب ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعا. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دليل المتحيرين. يا الله يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا، أقض حوائج المحتاجين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، من على مرضانا والمصابين والجرحى بالشفاء والعافية يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والسلامة والنصر يا الله. من يكيد بهم سوءا رد كيده في نحره. اللهم من ليست لهم ذرية ارزقهم الذرية الصالحة يا الله. تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك.
اللهم كل الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أمواتكم وإلى شهداء جامع الإمام الصادق إلى جميع شيعة أمير المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.